هقول للناس على مفاجأة. أنا اتفاجئت زي أي حد. وعايز أقول لكم بجد بما أنكم لقطات ميار ما تغيريش كلامك يا ميار. مصور سيد شعراوي برحب بيك في لقطات، والنجمة الكبيرة وفاء مكي بنرحب بيكي. يعني ترند متواصل، الناس فرحانة بيه، الناس كانت بتحبك زمان وكانوا زعلانين برضو عشان مش فاهمين حاجة، لكن اللحظة اللي بنتكلم فيها دي حست إن الناس مبسوطة. ربنا يبسطك ويسعد الرأي العام والجمهور. وأنا كنت بس بقول للناس ما تظلمونيش، وقول لهم في يوم من الأيام قريب أو بعيد ربنا هيظهر الحق، وربنا ظهره، وأنا عندي حسن ظنكم، وأنا عمري ما كنت أقدر أعمل حاجة غلط والحمد لله. في أطراف كثيرة كانت في الأزمة، كان آخرهم المصور سيد شعراوي، وطبعا بنشوفهم بيدعم الليلة. الصراحة هو بكن له كل احترام، يعني أنا بقول لو سيد شعراوي ده أو حد زي سيد شعراوي من 23 سنة ما كانش حصل اللي حصل، ما كانش الدنيا خربت. الدنيا اتغيرت كتير، يعني ميار البلاوي بعد 23 سنة بتقول أنا عاملة حلقة عن اللي بيسجل المكالمات. يا ميار يا ببلاوي أنا عايزك تعملي حلقة عن كاتمين الشهادة. يا ميار يا ميار إحنا عملنا معاكي ورحنا فرح ابنك وعملنا حاجات وخدت وفاء ما كانتش عايزة تروح بمنتهى الأمانة، وخدتها وقلت لها خشي ورقصي وبوسيها، حاجات كتير عملناها. اللي هي طلبت هند عاكف واعترفت لها، استاذ احمد عبد العزيز تعترف له، سيد شعراوي. بص ما كل لا 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 موضوع كبير، انا في مفاجآت لسه هنسردها، بس مش ما ينفعش برضه اقف عند حته جزء معين خاص بي. يعني في حلقه طويله عريضه مع اعلاميه المفروض ان هي كبيره جدا، لكن في نفس اللحظه ثاني يوم بتكتب بتنفي، يعني انا مش فاهم ده يدينها على فكره ده يدينها لا ده يدينها ايوه بهدلها. قال لها ازاي انت محجبه وبتعملي برنامج ديني ولا وعايزه اقول لك الاعلاميه اللي بتعمل معاها الحديث تقعد تهاجمها او تهاجمني انا، تقول لها لا هي ما عملتش انا كذا. ومنهاره هي اللي طلبت هند عاكف في نص الليل واعترفت لها، هي اللي طلبت سند سيده شعراوي واعترفت، هي اللي طلبت احمد عبد العزيز والمذيع وقناه الحاره وقالت هروح واعمل وقعدت لطعت. بص يعني هي ربنا يلطف بيها وبينا. تايهه بين 3 سنين و10 سنين و23 في ارقام في القصه، عايزين نوضحهم. هم 3 سنين هم 3 سنين لا لا 3 سنين في 23 سنه، يعني ما حزينه عمرنا هذا وهي محبوسة. عمري ضاع، حياتي ضاعت، الدنيا خلاص ضاعت. نجمة كبيرة في أعمال كبيرة جدا، منهم طبعا ما نقدرش ننسى ذئاب الجبل مع ده. أنا غيرت في تشريع وقوانين البلد، لحم رخيص، قضايا مافيا تعويضات ضد الحكومة، لحم رخيص، أنا غيرنا في تشريعات، عملت حاجة حلوة، مسرح وسينما، إزاي الأبناء لما يكونوا الأم مصرية الأبناء ياخدوا الجنسية بالتبعية، بالنسبة للأم ما يتعاملوش مع عملة الأجانب بالدولار، عارف أنا زعلانة بس لان تعبت قوي عمال ما عملت الاسم ده وراح كده، يعني في ناس كده في غمضه عين ضيعوا، بس ربما لحكمه يعلمها الله. كنت بتقولي في الاول ان ابنك كان متضايق من جواه اكيد عشان اللي بيسمعه وبيشوفه، بعد الايام اللي فاتت دي بالظبط يعني عايزين نعرف شعوره. اسمه ايه برضو؟ عايزين عمر. بس مالوش في الوسط الفني، يعني انا جاله بطولات افلام والله العظيم، بقول له يلا يا ابني عشان تشغلني، ما برضاش، مالوش في الحاجات دي، ولكن هو كان دايما امي تقول له يا ابني امك مظلومه، وفي يوم من الايام ربنا هيبين لك، وامك ما كانش لها قضيه مخله بالشرف، وهتقول تيتا قالت لي امي ما بتتحركش، فربنا ظهر الحق الحمد لله. بتقول ما ينفعش حد يسجل، وده قانونا طبعا حد يسجل لحد، احنا عارفين احنا بنعمل ايه، يعني هل وثقته ده امام النيابه؟ وراح لنا كله وخليها بقى ببركتها كده. لا ده المستشار احمد الشاعر محامي وفاء مكي هيسرد المكالمه كلها، المكالمه واعترافها لاحمد عبد العزيز واعترافها يعني وقالت الموضوع اكتر من مره ورحت رجعت تاني، يعني اربع مرات. الحقيقه ساعه الا ربع مع سيد شعراوي على الموبايل بكل دبه نمله، عارف دبه نمله بالتفاصيل الممله والحمد لله. انت كنت تعرفي اصلا؟ على مفاجاه اقول للناس على مفاجاه، مش انا اللي اتبهدلت، انا اللي اتحبست، انا اللي اتمرمطت واتنعل سنسفيل جدودي، اقسم بالله العظيم وكتابي الكريم انا اتفاجئت زي اي حد، انا بقيت اصوت، وعشان كده انا من يومها منهاره وجالي جفاف بعيط عياط مستمر. طب ليه وعشان ايه؟ انت كنت مسافره، طب ارجعي سنه 2 3 اعترفي، قولي اتكلمي. هو برضه استاذ سيد كان بيقول كلمه ان هو قفلة تليفوناتها، انت يعني حتى سألته برضو مرة مذيع اتصل بيها كده. منى العراقي عملت معانا لقاء وكنا بنتكلم قدامها وهي كانت ما بتردش،
وهي كانت ما بتردش، مع العلم ان هي خلاص قالت لي ان انا هتكلم. يعني هو بعد الفرح ما خلصنا الفرح كانت وفاء مشت، وفاء قعدت 10 دقايق في الفرح وقالت لي انا مش قادره فبعد اذنك همشي. اصل دلوقتي هند قالت لي ميار اعترفت والاستاذ سيد اعترف. طيب انت مش راضيه تقولي عارف كيف المواجهه معاك؟ لا المواجهه مع الراي العام. لا انا بص عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هو اللي حصل ربنا نزل حاجه عليها من السماء كده انها تعترف. هو ربنا بيجعل اسباب ناس تظهر براءه ناس. فان شاء الله لولا وفاء وجهتني، وعلى فكره قالت لي كلم هند عاكف او ميار الببلاوي. تصدق ان بريئه قلت له هند عاكف اعترفت لي ان ميار اتصلت بيها وفي حاله هستيريه وضميرها تعبان واتصل مفيش يومين ثلاثه وده معزوم ويلاقي هند عاكف وش. انا بقول لك كفايه ان انا كنت قاعده 23 سنه بسال نفسي هو ليه وبيحصل ايه وازاي وفين. انا بقول لك انا اقسمت يمين انا عرفت من الموضوع ده زي اي حد في الدنيا. انا اللي اتبهدلت واتنعن سلسفين جدودي واتشطم والله خلاص بقى. استاذ حسين وهي بتسرد الواقعة بتقول البنت عندها قرع انجليزي. البنت ديت بقالها 3 سنين، بنتين دول بقالهم 3 سنين عند وفاء وما مشيتهمش الا بامر الدكتور. الدكتور بتاعها انا الدكتور بتاعها اللي قال لي مشيهم. منين ان هي هتروح لميار في يوم تاني يوم لما كذبت الكلام؟ منين هتروح تاني يوم في رمضان؟ منين هتروح تاني يوم في رمضان لميار وترجع لوفاء تاني؟ اذا كده هي مشيتها هي بتمشيها ليه؟ بص هو في تضارب، هو نتفائل في اللي جاي. قولي لي بقى في جديد في حاجه؟ ان شاء الله احنا خارجين لسه من رمضان والناس اعمال رمضان، ان شاء الله اللي جاي يكون احسن بفضل الله وكرمه. اللي حصل حصل. حاجه يا استاذ المستشار احمد الشاعر محامي وفاء هيتقدم ببلاغ والدنيا الحمد لله. احنا كنا معتكين ان هي تطلع للناس وهي طلعت للناس، معنى ان هي تراجع عن الكلام اللي هي بتقوله ده بيتضارب. وكانت بتعيط وبتقول انا هقدر انام. لا انت مش هتقدري تنامي يا ميار، انت مش هتقدري تنامي لان انت تتراجعتي عن الكلام عن شهاده الحق، فانت مش هتقدري تتراجعي. لا هو اذا كنت انا يعني هسامحها في ناس ماتت تجيبهم منين عشان يسامحوها؟ توصلوا للبنتين ولا ما تعرفيش عنهم؟ لا 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 ده جاي محامي البنتين طالع يقول وفاء مكي مذنبه ومدانه. طبعا لازم يقول كده. هو هيقول تاني انا ظلمناها وبهدلناها كلام يدينه. سيبك من عايزين لي مشوات فلوس تاني على حسابي. عرضت للظلم وان شاء الله اللي جاي نجاح ليكي وتنور الدنيا تاني وشكرا. شكرا. طول ما الراي العام معانا طول ما احنا مطمنين. الراي العام كان زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش راي عام. ما دلوقتي الراي العام ناس فاهمه وواعيه ومدركه، وبشكركم من كل قلبي. كل حد قال كلمه في حقي خير، واللي ما قالش كلمه في حقه بيرجع للحديث مع ميار ويعرف التضارب في الاقوال. بشكرك استاذ حسين وعايز اقول لكم بجد بما انكم لقطات ميار ما تغيريش كلامك يا ميار. اصل خلاص ما هو ذنبك ان انت كتمتي الشهاده 23 سنه صوت وصوره. فتحملي الست اتحبست وبهدلت ونزل نجوميتها ومش شغاله ومسؤوله عن اسره، ابن 12 سنه دراسه، ام عيانه عندها الكانسر. انت عايزه ايه انت وانت بتعملي برنامج ديني؟ يا ميار لازم يكون لك مصداقيه مع جمهورك. وانت اخترت القناه اللي انت شغاله فيها والمذيع اللي انت اخترتيها اللي هي من قناتك هي متعوده على كده. قبل كده عملت مع رحمه الله احمد راتب وقعت ان هو جابت له سنه مع الايقاف. عملت معايا لقاء خبط صحفية وعشان كتب المذيعة بتدير صبايا من منازلهم قالت عليا ان سيد شعراوي صاحب قضايا مع احمد حلمي ومنى زكي ووهاب توفيق. قلبت الحكاية. اتفرجوا على البرنامج كله هتفهموا، انتوا كرأي عام هتفهموا ان هي بتقلب الحقائق. بشكرك يا استاذ.